وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ الحلقة كالمعتاد في حلقاتي بأن أبدأ بمسألة خلافية فقهية بين أهل العلم مسألة الليلة في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب الكلب نجاسته مغلظة لذا أمر المشرع إذا ولغ الكلب في الإناء أن يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يغسل هذا الإناء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة وفي رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ففي رواية الصحيحين نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبع مرات وفي رواية مسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمرين الأمر الأول أنه أمر بإراقة الماء الذي يلغ فيه الكلب مما يدل على نجاسة هذا الماء على إثر تنجسه بلعاب الكلب الذي هو نجس عند جماهير أهل العلم ثم أمر بغسله سبع مرات في رواية لمسلم قال أولهن بالتراب وتوجد روايات أخرى أولهن إحدهن وهذه سنتكلم فيها فيما بعد لكن نجد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمرين الأمر الأول إراقة الماء الذي يلغ فيه الكلب الأمر الثاني أن يغسل هذا الإناء سبع مرات أولهن بالتراب يعني يغسل الإناء بالتراب أولا ثم تستكمل باقي السبع غسلات بالماء لكن نجد عند أبي هريرة أيضا حديثا عند الدرقطني وغيره قال رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهذا الحديث ليس بصحيح فبالتالي سنستبعده من المسألة لكن ورد أيضا عند الدرقطني
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 3 مرات. الدارقطني قال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، يعني ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي في مسألة الكلب بأن يغسل الإناء، يراق الماء ثم يغسل الإناء 3 مرات. لذا وجدنا أهل العلم في هذه المسألة منهم من قال إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يراق الماء، نعم، ثم يغسل الإناء 3 مرات. وعلى ذلك الحنفية قالوا إنه يغسل الإناء 3 مرات فقط، واعتمدوا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان يفتي بذلك، عملا على قاعدة الأحناف في أن راوي الحديث إذا خالف رواية الحديث، خالفت فتواه رواية الحديث، فإنهم يعملون بفتوى الصحابية أو برأي الصحابي، تحسينا للظن بالصحابي أنه كيف يروي حديثا ثم يخالفه برأي أو بفتوى إلا لعلم عنده، وإن كان هذا العلم حتى لم يصل إليه، وهم في ذلك يخالفون الجمهور. بينما نجد أن جمهور أهل العلم على أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يراق كما ذكرت، على أنه يغسل 7 مرات وليس 3 مرات فقط. ورد على حديث أبي هريرة الأول اللي هو 3 أو 5 أو 7 الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الحديث ليس بصحيح، وهو كما قالوا فإن الحديث ليس بصحيح. ثم قالوا إن العمل على رواية الصحابي وليس على قوله أو على فتوى إذا خالف قوله النص أو خالفت فتوى النص. بالطبع هم كما قال الحنفية يحسنون الظن بالصحابة، لكنه من الممكن للصحابي أن ينسى أو لا يعلم بالنسخ أو أي شيء آخر، فنحن نعمل بالنص ولا نعمل بقول الصحابي إذا لم نستطع التوجيه. لو أننا أمكننا أن نوجه النص مع فعل الصحابي أو مع فتوى الصحابي من قبيل التخصيص أو قبيل التقييد لقلنا بذلك، لكن إذا وجدنا الحديث ووجدنا قول الصحابي ولم نستطع أن نجمع بين الحديث الصحيح الصريح وبين قول الصحابي، فلا شك أننا نعمل بالحديث ولا نعمل هنا ونطرح قول الصحابي أو فتوى، لأنه لعله نسي، لعله لم يصل إليه النص، لعله لم يعلم بالنسخ، لعله ولعله. وهذا ما عليه الجمهور على أن فتوى الصحابي أو قول الصحابي إذا خالف النص ولم نستطع الجمع أو التوجيه فنطرح قول الصحابي أو فتوى ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لفتوى أبي هريرة رضي الله عنه فقد ثبت عنه أيضا أنه كان يفتي بأن الإناء يغسل 7 مرات. فقالوا لعله أيضا كان يرى أن غسل 3 مرات على الوجوب وأن غسل 7 مرات على الاستحباب، يعني استكمال 7 على الاستحباب. فعلى العموم نحن مع قول الجمهور في هذه المسألة أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإن الماء يتنجس
من لعاب الكلب فنرق هذا الماء أولا، ثم نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات أولهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يا أستاذ عدنان. نعم ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني الحمد لله رب العالمين بصلي، بس بعد التشهد بقول إن الله إن أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة شر المسيح الدجال. فهل أنا أقول أعوذ بالله من أعوذ بك من عذاب جهنم الأول ولا عذاب القبر الأول؟ ماشي حاضر. لا يفعل كده. ماشي. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضلي. أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أسأل 3 أسئلة بس. تفضلي. يا شيخ. نعم. واحدة ست كبيرة. رضعت ابن أختها. رضعت ابن اختها من زمان، هي دلوقتي بقت جده وعيالها بقوا جدات وبناتهم مخلفين ومقربين يبقوا جدات. فهي رضعت ابنها ابن اختها. ايوه. بس هي مش متذكره هي رضعته قد ايه يعني. هي مش فاكره هي رضعته قد ايه بالظبط. فهي مش عارفه تعمل ايه، عايزه تعرف يعني تعمل ايه في اللي هي رضعت ابن اختها عطت يعني لا لا تتذكر عدد الرضعات، وهناك الان يعني من يتقدم للزواج مش كده؟ مش فاكره. وابنها واخد ابناء يعني نسب، هي نسبت اختها يعني. في زواج حصل؟ في زواج حدث؟ ايوه بقول لك ده باقي جداد دلوقتي. يعني الكلام ده هي تذكرت الان؟ لا هي ايوه تذكرت. وبتقول ان انا رضعت ابن اختي وديت ابن اختي بنتي. كويس. الكلام ده ما قالتوش ليه من زمان؟ ما هي حسب ما عرفت بقى دلوقتي، هم من زمان يعني الكلام. عندها كم سنة؟ عندها كم سنة دلوقتي؟ عندها عدت فوق 80 سنة. لكن قبل ذلك لم تتكلم. فايه؟ ما لم تذكر مسألة الرضاعة. هي اتكلمت من سنة. يعني لما تقدمت في السن تكلمت في هذه المسألة. هل مع من يشهد؟ هي لما عرفت سمعت ان هو ده حرام. يعني هي لم تسمع قبل ذلك طوال العمر؟ مش عارفة، بس هي حابة عايزة تعرف هي الحكم في كده. مشكلة. ماشي حاضر، هجاوبك ان شاء الله. طب في سؤال تاني بعد اذنك. اتفضلي. اختي جوزها عاتق امه وابوه، وهي عماها تنصحه. معلش قولي تاني، زوجك ايه؟ اختي جوزها عاقب امه وابوه. فهي انا جوزها ماله؟ جوزها عاقب امه وابوه. عاق يعني؟ عاق والدي. ايوه. وهي عماله بتنصح فيه، بتقول له كده غلط، وبيصلي وبيخرج في سبيل الله وما بيفوتوش فرض، وبتقول له ما تعوق انت كده عاقب ابوك وامك، لا بتروح لهم ولا بتكلمهم مثلا، ولا يعني ولا بيعاملهم المعامله الحلوه، وهي عماله بتنصح فيه. فهي محتاره معاه، مش عارفه تعمل ايه. في حاجه تاني معلش. اتفضلي. الصلاه للمراه في بيتها قبل اقامه الصلاه ولا بعد الاقامه؟ وفي حاجه تاني معلش بالحق شويه. الفرازات اللي بتنزل للست كتيره يعني باستمرار، هي بتفصل الوضوء ولا ما بتبطلوش؟ ماشي حاضر. في حاجه تاني؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، الغسل للمرأة وهي رايحة تصلي في الجامع يوم الجمعة يعني يجوز ولا لا يجوز؟ ولا لو توضت وطلعت على طول أفضل، ولا الغسل أفضل؟ ماشي حاضر. سؤال تاني؟ ماشي. أيوه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
كنا عاوزين نسأل سؤال كده عن حديث يعني. اتفضل. عن الماء الراكد. عن ايه؟ عن الماء الراكد. اتفضل. ايه الحديث؟ اللي هو الحديث ان الماء الراكد محدش يرد منه. لا لنبلن احدكم في الماء الراكد. حاضر. ماشي، في حاجة تاني؟ ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك، اتفضل. الشيخ معاصر بارك الله فيك، كيف يعود الإنسان نفسه على الاستيقاظ بصلاة الفجر لأنه ينام كثيرا؟ فاضل لك منك بارك الله فيك الأسباب التي تعين الإنسان أن يستيقظ لصلاة الفجر بارك الله فيك مبكرا. أسباب للحفاظ على صلاة الفجر، ماشي. جزاك الله خير. جزاك الله إياه. ماشي. ابدا في اجابه الاسئله. السؤال الاول، تسال الاخت عن الاربعه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه منها، وكان يستعيذ منها صلى الله عليه وسلم بعد قراءه التشهد وقبل السلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال على هذا الترتيب الذي ذكرته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، وأعوذ بك من عذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا والله أعلم. السؤال التالي، تقول إنها رضعت ابن أختها من سنوات، ولما وصلت إلى 80 من عمرها تذكرت هذه المسألة، وهي الآن تقول أنا لا أدري عدد الرضعات. فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مسألة عدد الرضعات المحرمات، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آراء. فأكثر أهل العلم على أن رضعة واحدة تحرم، ومن أهل العلم من قال ثلاث رضعات، ومن أهل العلم من قال خمس رضعات معلومات يحرمنا. وهذا لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات. ففي هذه الحالة التي معنا، الجدة تقدمت في السن ثم تتكلم في هذه المسألة بعد وصولها إلى بعد أن تخطت 80 سنة. وأنا سألت الأخت السائلة وأين كانت طوال عمرها، تقول هي لم تكن تعلم. مسألة الرضاعة مسألة مشهورة وخاصة بين النساء وبين العوام، وهي ليست من المسائل التي لا يعرفها إلا أهل العلم. غالب أقول ليس غالب إنما معظم، بل إن أكاد أقول إن كل النساء يعلمنا مسألة الرضاعة، يعلمنا مسألة، هو لا يعلمنا كم عدد الرضعات وما هي الرضعة التي تحرم وما السن. نعم هذه مسائل تحتاج إلى علم، لكنهن يعلمنا مسألة الرضاعة. على العموم هي وقد تقدمت في السن ولا تذكر شيئا، فأرى أن يطرح كلامها ويطرح هذا الشك، لأنها لا تعلم وقد تقدمت في السن وليس معها من يشهد لشهادتها، فأرى أن يطرح كلامها الآن ولا يلتفت إلى شهادتها الآن، والله أعلم. السؤال التالي، تقول إن زوج أختها عاق لوالديه وهي تنصحه كثيرا ولكن لا فائدة، فماذا تفعل معه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بالتوحيد. ففي آيات كثيرة
منها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، والعاق لوالديه يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، فمن الذنوب التي يحاسب عليها الإنسان في دنياه البغي وقطيعة الرحم، وليس هناك أشد من قطع أرحامه مع والديه، فهذه من الذنوب الكبار التي يؤاخذ عليها العبد ويحاسب عليها العبد في الدنيا قبل الآخرة. فنحن ننصح بالإحسان إلى الوالدين، وإن أساء الوالدين إليك، إساءة الوالدين هذه سيحاسب عنها الوالدان، أما أنت فأنت مأمور أن تحسن إلى الوالدين وإن أساءوا إليك. فعلى الأخت أن تنصح زوجها دائما وأن تذكره، وهي فعلت ما عليها وهي تحسن هي إلى والديه، وتستمر في المناصحة، وأن تدعو له بظهر الغيب أن يرقق الله سبحانه وتعالى قلبه على والديه، والله أعلم. السؤال التالي تقول: هل المرأة تصلي في البيت عقب الأذان أم يشترط أن تسمع الإقامة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن ينتهي الأذان فللمرأة أن تصلي، لا تنتظر الإقامة، بمجرد أن ينتهي الأذان فعلى المرأة أن تصلي ولا تنتظر إقامة الصلاة. أختي تسأل عن الإفرازات التي تكون من المرأة، ماذا تفعل مع هذه الإفرازات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الإفرازات التي تكون في فرج المرأة وتكون يعني بشكل مستمر، اختلف أهل العلم هل هي طاهرة أم هي ليست بطاهرة، على خلاف بينهم، وهل يتوضأ منها أم لا يتوضأ منها. أختار احتياطا أن المرأة تغسل هذه الإفرازات، مكان هذه الإفرازات، وتتوضأ منها حتى وإن كانت طاهرة كما قال بعض أهل العلم، فالاحتياط أن تتوضأ من هذه الإفرازات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ما في اتصالات ولا ماشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايزين نسأل سؤال والله مع الشيخ. اتفضل. لي ابن توفى وانا على قيد الحياة. تفضل. هل ما يرث هو؟ هل يرث ولا لا يرث الورث بتاعه؟ ابنائه؟ ابني توفى. أنا سمعت ابن حضرتك توفى وأنت حي، هل يرث أبنائه؟ له أبناء؟ له أبناء صغيرين، هل يرث؟ ما قيمة تلك الذي يرثها؟ جاوبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بقول لحضرتك انا دايما بيجي لي بالليل احلام ما بتبقاش كويسه خالص، رغم ان انا ببقى مثلا قري ايه كرسي قبل ما انام او ببقى قايله دعاء قبل ما انام، بس دايما بيجي لي احلام وحشه بتخليني ما اقدرش اقوم اصلي غير لما اطهر منها كل يوم، ومدتها عامله لي حاله نفسيه تعبانه قوي حتى يعني ممكن لو انا بالنهار وانا نايمه كده لو عيني بس اجت تغفل بتلاقي المناظر الوحشه دي بتروح جايه لي روح قايمه مفزوعه ومفتحه عينيها بسرعه قوي عشان ما اشوفش الحاجات دي قدامي يعني، فمش عارفه اعمل ايه حضرتك. وهل دي ممكن تكون حاجه يعني ازياني او معطله امر الزواج زي ما هما بيقعدوا يقولوا لي يعني، عشان انا قربت على 40 دلوقتي. ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله.
ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. ايه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. معلش انا اسف حضرتك، بس حضرتك انا بس قلت التلفزيون في سؤال اللي هو سالته بتاع الماء الراكد. بتاع ايه؟ سؤال ايه؟ سؤال ايه؟ الو. ايوه انا سامعك، سؤال ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ كده صوت حلو كويس؟ سامعك، اتفضل. طيب. الخط خط قطع. ماشي، تسأل الأخت عن غسل المرأة في يوم الجمعة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ذهبت المرأة إلى صلاة الجمعة فتصير كالرجل، فعليها أن تغتسل، لأن العلة من الأمر بالغسل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يكون الإنسان في هذا التجمع رائحته طيبة ويكون نظيفا، فعلى المرأة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة أن تغتسل كما يغتسل الرجل. وعموما فإن الجمهور على أن غسل الجمعة سواء للرجل وهو الأصل على أو للمرأة على الاستحباب وليس على الوجوب، لكنها سنة النبي، لكنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نترك غسل الجمعة، خاصة أن المسألة خلافية، فهناك من أهل العلم من أوجب غسل الجمعة. سبق أن حققت هذه المسألة قبل ذلك، فأقول للمرأة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة فاغتسلي كما يغتسل الرجل أيضا لصلاة الجمعة، والله أعلم. يسأل عن حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. نعم، هذا حديث صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يتبول في ماء راكد، أي واقف لا يجري، وبالتالي يتنجس الماء، ثم بعد ذلك يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أيها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك، كنت عايز بس اعرف حكم الدين في زوجة تركت زوجها بدون اذنه، فقعدت فترة عند والدها ودي كررت اكتر من مرة، فهو يعني سأل كذا حد هو على قدر بسيط من العلم في الدين، فاعتبرها ناشز، فما بقاش يبعت لها نفقة فلوس، هو بيبعت لابنه بس الصغير، هو عنده ابن سنتين. بعد فترة سمع ان هي سافرت راحت مصيف، وطبعا لما جم اهله وكلموا والدها اتحجج بان هو ما دام هي ببيته وان هي زوجها ما بيصرفش عليها، فمن حقه ان هو يسمح لها تروح وتيجي زي ما هي عايزه. وده طبعا كل ما بتيجي تغضب، كل ما والدها بيعمل نفس الموضوع، بيسمح لها تخرج تروح اي حته، الزوج مثلا منع الذهاب للكوافير مثلا، فالاب يسمح لها عادي ما فيش اي مشكله. يعني انا عايز اعرف حكم الدين، وهل هو ليه حق في اللي هو بيقوله؟ طب وانا اتصرف ازاي معاها، والموضوع ده اتكرر اكتر من مره. ماشي، حاضر، اجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير وشيخ وبارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك، تفضل. وسلام للشيخ حضرتك الحوياني والاستاذ احمد ناصر وكل عاملين في بيت النادي. يوصل ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. ما اسالني يا شيخ. نعم. ما اسالني. تفضلي. السؤال الاول، كيف تكون طريقة النصيحة إلى من يقوم الصلاة؟ طريقة ايه؟ كيف تكون طريقة النصيحة إلى تارك الصلاة؟
نصيحة لطارق الصلاة. أيوة، كيف تكون النصيحة يعني إزاي؟ ماشي حاضر. سؤال تاني. والسؤال الثاني يا شيخ، أعرف يا شيخ إن يجوز لي أن أسلم على أولاد العام أولاد الخيل. إيه؟ أنا عايز أعرف لما هم يجي يسلموا عليا ماذا أفعل؟ ابن خالك؟ يعني لما يجي هم يسلموا عليا ماذا أفعل معهم؟ باليد مصافحة يعني؟ لا، السلام بالإيد يا شيخ. طيب ماشي حاضر. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. يسأل الأخ عن كيف يحافظ الإنسان على صلاة الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له المحافظة على صلاة الفجر، فإن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يأخذ بالأسباب، والدعاء من الأسباب وهو أعظم الأسباب، فالدعاء ليس من التواكل بل هو من أعظم الأسباب وأصل الأسباب، ويأخذ بعد ذلك بالأسباب التي يستطيعها، من أنه ينام مبكرا ويضبط منبها لإيقاظه، أو يعني يوصي أحدهم أن يوقظه لصلاة الفجر، وثم يعلم فضل صلاة الفجر. فإن الإنسان إذا علم فضل الشيء أو فضل الأمر الذي يذهب إليه فإن أو يفعله فإنه يحافظ عليه. وليعلم أن صلاة الفجر مشهودة محضورة، تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر كما قال غير واحد من السلف. فالإنسان يحافظ على صلاة الفجر بأن يأخذ الأسباب التي تعينه على ذلك، من النوم مبكرا، قبل ذلك الدعاء، أن ينام مبكرا، أن يضبط منبها، أن يوصي أحدهم أن يوقظه، أن يستعن بالله ويعلم فضل صلاة الفجر، فإن شاء الله مع الوقت والاعتياد ييسر الله سبحانه وتعالى له أمره بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. يسأل أن ابنه توفي في حياته، فهل أبناؤه يرثون أم لا يرثون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الناحية الشرعية فإن أبناء الإبن متوفى في حياة أبيه ليس لهم نصيب من الميراث، إلا إن كانوا هم الورثة فقط، لكن إذا كان هناك أعمام لهم فليس لهم نصيب من الميراث من الناحية الشرعية. لكن من ناحية الوصية الواجبة والقانون المعمول به فإن لهم نصيب أبيهم من الميراث في حدود الثلث، وهذا يعمل به من الأربعينيات في مصر وفي بعض البلاد العربية. والوصية الواجبة قال بها فريق من أهل العلم، لكن لم يخصصوا أبناء الابن أو البنت الذين توفوا في حياة آبائهم، وإنما قالوا الوصية الواجبة لمن لا يرث. والجمهور على أن الوصية مستحبة. أقول للجد إن كان ابنه كما ذكر توفي في حياته فليكتب نصيبا من ميراثه لأبناء الابن، يكتب في حدود الثلث، فالله سبحانه وتعالى يعني تصدق علينا عند وفاتنا بأن نكتب وصية في حدود الثلث من أموالنا، فليكتب هذه الوصية هو، لأنه لو رفع الأبناء قضية فإنهم سيكسبون هذه القضية ويأخذون نصيب أبيهم من الميراث إن كان نصيب الوالد في حدود الثلث، والله أعلم.
تقول أخت أنها ترى أحلاما مزعجة وكوابيس، وكلما يعني نامت حتى بالنهار ترى ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على الأخت أن تتخذ الأسباب، فتنام على وضوء، وأن تقرأ أذكار النوم، وتقرأ آية الكرسي كما هي ذكرت هي، وأن تقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تضم يديها هكذا وتقرأ فيها المعوذات وتدفل في يديها، ثم تمسح على جسدها من أول الرأس إلى القدمين، ثم تعود من القدمين إلى الرأس، وتفعل ذلك 3 مرات مع المحافظة على أذكار النوم. أما مسألة إن كانت ممسوسة أو غير ممسوسة، المس ثابت، هذه تحتاج إلى أن تعرض نفسها على إحدى الأخوات اللواتي يعالجن بالقرآن من المس لينظر في حالها. لكن بالنسبة لي إن كانت ليست ممسوسة فقد يعني إيه نصحتها بما ذكرت، والله أعلم. يسأل الأخ عن زوجته التي تخرج بغير إذنه وتذهب إلى بيت أبيها ولا تطعه. أقول قبل أن أجاوب، هذه مسألة قضاء، بمعنى أننا ينبغي علينا أن نستمع للزوج وللزوجة لنرى، لأنه ربما الزوجة يكون عندها مبررات للذهاب إلى بيت أبيها من أمور يفعلها زوجها وهي لا تتحملها، فلابد أن نسمع للطرفين. لكن أجاوب إجابة مجردة بصرف النظر عن سؤال الأخ، يعني سؤال الأخ يحتاج إلى أن نسمع الطرفين. الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه حتى في حالات الغضب، فينبغي عليها أن تستأذن زوجها. فإذا ما ذهبت إلى بيت أبيها فهي زوجة، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ليس بإذن أبيها، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. إذا كان لو كان طلقها طلقة رجعية فهي لا يجوز لها أن تخرج في الطلقة الرجعية من بيت زوجها، وإذا كانت حتى في بيت أبيها فلا يجوز لها أن تخرج من بيت أبيها وهي مطلقة طلقة رجعية إلا باستئذان الزوج، لأنها زوجة حتى تنتهي عدتها. فأقول المسألة تحتاج إلى سماع، لكن بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإذا عصته وخرجت بغير إذنه فهي لها حكم الناشز، والناشز لا نفقة لها. لكن كما قلت ينبغي علينا أن نسمع من الطرفين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي أبويا وأمي كانوا كبار في السن، وكانوا أنا وأخواتي كلنا طمنشوا مثلا إن إحنا نحفظ قرآن أو كده، الله أعلم هم بنيتهم. فأنا دلوقتي مش عارفة إن أنا أحفظ القرآن، وتعبانة نفسيا، وحاولت كتير ومعايا 4 أولاد وحاولت كتير إن أنا أحفظ وأنا مش عارفة خالص. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أختي بتاخد حاطة في نصف القسطة وبتاخد مثلا كل سنة للفوائد، فسألنا كذا شيخ هنا عندنا في المنوفية، فنصهم قالوا ماشي، سألت أكثر من شيخ والنص الثاني قال إيه؟ قال لأ. فدلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا من ناحية القرآن أنا نفسيتي تعبانة، وحاولت كتير وجذبت كتير إن أنا أحفظ ومعرفتش أكمل. فدلوقتي أنا سمعت حضرتك امبارح كان في حد بيسأل إن لازم اللي بيقرأ قرآن يكون بيتدبره، وأنا مش عارف، أنا بقرأ كده وخلاص. إيه أنت مش أنت متعلمة؟ أنا الحمد لله بعرف أقرأ وأكتب، الحمد لله. طيب ما بتقرأيش ليه معاني حتى الكلمات؟
ماشي انا بقرا بس انا يعني ايه كحفظ انا برضو مش عارفه ان انا احفظ. اجاوبك ان شاء الله. انما في مسؤولك الثاني بتقولي ان النص من سالتي النصف قال نعم والنصف قال لا. طيب ما انت هتحطيني برضه مع الشويه اللي قالوا نعم والشويه اللي قالوا لا. انما هتفضلي كده يعني ايه تسالي وبعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بعدم الجواز. عموما اجاوبك ان شاء الله باذن الله. ماشي شكرا لك. ماشي نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. اتفضل وحمد الله يتفضل. أنا سورة قرآنية جنب الشاشة قدام مدت رجليها كده قدام التلفزيون. هل هذا حرام؟ يعني أنت بتسمع قرآن يعني؟ يعني احنا قدام حضراتكم هو بنستمع لكم قرآن وكده وفي سورة قرآنية برواز يعني متعلقة جنب الشاشة بجوار الشاشة يعني. هل هذا حرام يعني أم لا؟ ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. وتاني سؤال لو سمحت. اتفضل. الفضل واحد واحنا بنصلي الصلاه الجهريه اللي هي صلاه العشاء والمغرب والفجر. فالامام بيقرا الفاتحه وبياخد وقت بسيط قوي ما بنحطش نقرا الفاتحه بتاعتنا فوق بيخش بالسرعه على طول في القران. فانا اكمل الفاتحه ولا استمع لقراءته ولا اعمل ايه؟ حاضر اجاوبك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. ماشي حاضر. تسال الاخت عن كيف تنصح تارك الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله هذا السؤال مما عمت به البلوى. تقريبا في كل ليله أسأل أنا وغيري هذا السؤال لأن الناس تجرأوا على ترك الصلاة وهذا أمر محزن. نصحنا كثيرا في هذا الباب ويعني العلماء الأفاضل نصحوا كثيرا في هذا الباب. فاللهم اهدي المسلمين إلى أهم أعمالهم بعد التوحيد مباشرة فلا أدري من أين جاءت الجرأة على ترك الصلاة. الصلاة بعد الركن الركين من أركان الإسلام بعد الشهادتين مباشرة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. فإن صلحت صلح ما بعدها وإن فسدت فسد ما بعدها. فهي عنوان الكتاب. فلا أدري كيف للمسلم أن يترك الصلاة. لا أدري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعمر رضي الله عنه يقول ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فالنصيحة كيف نفعل مع تارك الصلاة؟ نبين لهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجزاء تارك الصلاة وأن نترفق معهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ونبين لهم أن الموت يأتي فجأة. إنسان يموت فجأة في شبابه أو في رجولته فهو على خطر إن كان لا يصلي. فمن هذا الباب إنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى وينصح ولا ييأس. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى. السؤال التالي الأخت تسأل عن المصافحة باليد. يأتيها بعض الأقارب ويصافحون باليد فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه يقينا أنه لم يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وفي مبايعة النساء لما أراد النساء أن يصافحن النبي عليه الصلاة والسلام فقال صراحة أنا لا أصافح
النساء وإنما أبايعكن كلاما. وأم المؤمنين عائشة لما سئلت هل صافح النبي النساء عليه الصلاة والسلام فقالت أقسمت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مس يد امرأة لا تحل له. والحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي يعني من أهل العلم من صحح الحديث. وهذا الحديث بعضهم قد يقول المس هنا ليس على المصافح، لكن نحن يكفينا ما ذكرت من أن النبي عليه الصلاة والسلام في المبايعة لم يصافح النساء صلى الله عليه وسلم، وأقسمت أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء ولم يمس يد امرأة أو يمس امرأة لا تحل له. فإذا مد القريب لك يده فلا تمد يدك وقولي إن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. تقول الأخت أنها لم تحفظ القرآن في الصغر وأن الوالدين ما علموها القرآن وهي تجد الآن صعوبة في الحفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني حفظ القرآن ليس واجبا وإنما هي تحفظ ما تستطيع، فإن كان الوالدان قصر في ذلك فلتدعو لهما بالرحمة والمغفرة وتحاول هي، فاتقوا الله ما استطعتم. وليس شرطا أن تحفظ، ولكن عليها أن تقرأ وأن تفهم معاني ما تقرأ، ولو حتى معاني الكلمات معاني الآيات، فلا يشترط الحفظ. وتحفظ قصار الصور، تحفظ قصار الصور. السؤال التالي، أخت تسأل عن الفوائد وأنها سألت جماعة من أهل العلم فقالوا الفوائد جائزة وجماعة من أهل العلم فقالوا الفوائد غير جائزة، فماذا تفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فاتقوا الشبهات الحديث. فالإنسان إذا سمع أن أحدهم أو بعضهم يفتي بالجواز وأن بعضهم يفتي بعدم الجواز، فمع عدم الدخول في المسألة من الناحية الفقهية فنحن تكلمنا فيها كثيرا، لكن أنا أقول في المسائل التي كمثل هذا بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز، وهي من المؤكد أنها يعني رأت أن من لم يجوز عنده أدلة، لا أدلة ليس كلاما على هوى، فعليها الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الشبهات. وأنا ذكرت لها حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي تقول يسأل أخ أنه يمد رجليه أمام برواز مكتوب عليه آيات قرآنية فيمد رجليه أمامه وكذلك أمام تلفزيون عند القرآن وكذا، من ناحية أن يمد رجليه وهو يجلس يعني يريد أن يستريح فيمد رجليه، فهذا يعني جائز من ناحية الجواز جائز، لكن من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن أنقل هذا البرواز، طالما أنا البرواز ده في مكان أجلس وأنظر وأمد رجلي فلأنقل البرواز إلى مكان آخر بحيث لا أمد رجلي أمام القرآن أدبا مع القرآن. لذا وجدنا من أهل العلم من قال بعدم جواز تعليق آيات القرآن على الجدران إن كانت تمتهن، يعني مثلا نضع آيات قرآنية ثم نعصي الله سبحانه وتعالى وتحت الآيات القرآنية، لا شك أن هذا فيه امتهان لكتاب الله سبحانه
وتعالى يعني آية قرآنية فوقي تأمرني بالطاعة وبالتقوى، أنا مثلا ماسك الشيشة وبشرب شيشة تحتها، فهذا ليس من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ يسأل عن الصلاة الجهرية أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السكوت الإمام بعد صلاة الفاتحة هل يسكت أم لا يسكت؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يسكت الإمام بحيث يعطي فرصة للمأموم لأن يقرأ الفاتحة، ومن أهل العلم من قال لا يسكت بعد الفاتحة وإنما يقرأ مباشرة. وأنا أرجح هذا، وأنا أرجح هذا أن الإمام لا يسكت طويلا بعد قراءة الفاتحة وإنما يقرأ مباشرة بعد الفاتحة، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، كان يسكت في بداية الصلاة ويسكت قليلا بعد نهاية القراءة قبل الانتقال إلى الركوع. فالإمام الذي لا يسكت قراءته قراءة لك أقصد في الفاتحة وفي غيرها، فأنت عليك أن تستمع لقراءته ولقراءة الفاتحة ولا تقرأها. وقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أيضا هذا من المسائل الخلافية، فأختار أنه لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. إذا أردت أن تأخذ بالرأي الذي يقول أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فقرأ خلف الإمام، يعني عندما يقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين اقرأ خلفه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا اخترت أن تقرأ الفاتحة والله أعلم. في أسئلة أستاذ عدنان؟ ماشي أستاذ عدنان بيقول معانا دقيقة ماشي. ففي بالنسبة لي أشوف كده سؤال ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا لو سمحت. معاكي اتفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا عايزاك أول همشي بدعي لي بالصبر على ابني اتأخر من 20 يوم. وعايزة كمان أسأل حضرتك. ابن السبت الدعاء بإيه؟ بالصبر. صبر ليه؟ ابنك توفى. ابنك توفى من 20 يوم. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه يا رب. انا سبب في اهماله، انا ليا سبب ذنب في ان هو مات، ليا ذنب في ايه بقى؟ عشان ابني طلع عند القصر. هو صغير؟ خمس سنين. قال انا ليا ذنب، سبته ما خدتش بالي منه، ومع انه محرصه عليه ان هو ما يطلعش. انا ليا ذنب ان ابني توفى، بالله عليك يا شيخ. وكمان جالي في المنام قال لي هل ما تعيطيش عليا يا ماما، قوم للدنيا زغاريف، انا عايش ما متش. ماشي حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صبر هذه الام التي فقدت ابنها الصغير في حادث قطار. أقول لا تشغلي نفسك، فالأعمار مقدرة، وهو قدر له أن يموت في حادث، هو طفل صغير ليس بمكلف بعد. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه سينتظرك بإذن الله رب العالمين على باب الجنة، يأخذ بيدك أنت وأبيه إلى الجنة بإذن الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأمة التي توفي ابنها ورآها عند القبر تبكي أن تصبر، وقال يا أمة الله اتق الله واصبري. وعندما جاءت إليه قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى وعند أول المصيبة، يعني عند أول المصيبة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك أن تصبري وتدعو له وتحتسبي عند الله
سبحانه وتعالى، ولا تجلدي نفسك بأنك أهملتي أو لم تهملي. عمره وانتهى أجله حسب ما قدر له وكتب عليه، فعليك بالصبر وعليك بالدعاء. هو الولد صغير، الولد صغير، وإن شاء الله تلحقين به في الجنة بإذن الله رب العالمين. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.